معانا في مسلسل على كف عفريت. احنا من بنات المسلسل بشكل عام هدول يجنن، لازم تكلمينا عنه. بصي انا ما شفتوش بس يعني الحمد لله سمع صوتها حلو قوي، ولسه دلوقتي في بعض الزملاء بيقولوا لي ان انت عامله دور حلو قوي، بس انا عمري ما اتفرجت على شغلي اثناء التصوير. يعني انت لو انت حضرتي الميك اب ما بنروحش نشوف الشغل، عمري ما رحت. بس هي سمت كتير من الفنانين ان هم ما يروحوش، لان بتحبي تشوفيه بعد المونتاج وبعد ما تعرف. بس ما شفتوش، بس الحمد لله يعني بيقولوا شغله حلو الحمد لله. طب دوري كيف المسلسل؟ شروات هي بنت وزير سابق، هو من الواضح ان هو يعني حد منصب جامد، يعني مش باين قوي، بس ممكن يكون رئيس وزراء ممكن يكون، بس هو راجل كان فاسد. وبنته كانت مدير مكتب وزير الماليه، والمفروض ان تبتدي المسلسل والاحداث انها مطلقه من لعيب كوره مشهور اللي هو الفنان احمد وفي، وجوزها بيطاردها على طول لان هو مش قادر يستغنى عنها وعايز يرجع لها. عندها بنت صغيره عندها 5 سنين او 6 سنين، وطول الوقت هو عايز يرجع لها فبينكد عليها عيشتها. بس هي في نفس الوقت متحمله مسؤوليه اخوها جدا اللي هو مذيع اشرف، واشرف جميل جدا على فكره، ممثل عامل دور حلو قوي برضه. ومتوليه مشاكله مع مراته لان هو عنده مشاكل مع مراته على طول، ومتوليه امها، ومتوليه بنتها. فهي شخصيه مسؤوله قوي، يعني هي داخله في الاحداث ومسؤوله، لغايه بقى ما مامتها بتبتدي تضغط عليها انها لازم تفكر في الجواز طالما مش هترجع لجوزها، وانها لسه صغيره وهتعيش حياتها بالمنظر ده ازاي. ده ديورنج احداث الثوره. وعلى فكره المسلسل هو يعتبر 30 يوم او اقل من 30 يوم من احداث الثوره بالظبط. يعني احنا بنعدي بمرحله تنحي الرئيس مبارك وبعديها باسبوع او اسبوعين، فبيوريكي مدى تاثير ده علينا احنا كشخصيات في المجتمع، وكنا في مناصب وكنا السلطه، وفجاه بيحصل لنا عدم وجود ظهر لينا مع مشاكلنا النفسيه وتطلعنا ايه اللي هنعمله بعد كده ومشاكلنا الاجتماعيه. فهو خلطه غريبه، بس هي الثوره الكفر الخارجي بتاع المسلسل، لكن ما هياش مأثرة، احنا ما هياش مأثرة في الأحداث، بس هي ليها كفر خارجي لينا. المسلسل دلوقتي بيتعرض على احدى القنوات المشفرة، ده مش مضايقك ان هو ممكن ما يحصي على نسبة مشاهدة عالية؟ بصي انا زعلت، انا ما كانش عندي قناة وكلمتهم قلت لهم عايزة اعمل، بس ما كانش عندي وقت لان لازم نيجي نركب مش عارفة ايه وفي نفس الوقت بصور وانا فما شفتوش. بداية الموضوع سمعت ان بعض الناس حملت حلقات على اليوتيوب، ابتديت اتفرج عليه لقيت الكواليتي اضعف لان هو متصور هاي ديفينيشن، فاتضايقت لا انا عايزه اشوفه بالكواليتي كويسه، فرفضت ان انا اتابع. يعني مش متضايقه لان جمهور يعني في جمهور للمشف، وانا اشتغلت قبل كده كاعلاميه في قنوات مشفره، فعارفه ان في جمهور ولا وكبار، بس على مستوى الدول العربيه يمكن اكتر كمان، فانت ليكي جمهور شايف. بس طبعا بتمنى انه كان ينزل ارضي، بس احنا يعني على وشك ان هو ينزل ارضي بالنسبه للقنوات اللي موجوده في مصر، وهيتشاف. لا اكيد هيتشاف. العرض التاني يكون على القنوات الارضيه ولا يكون في رمضان برضه؟ انا بتمنى يكون خارج رمضان، مش عشان حاجه، لان بالرغم ان زمان كنت وانا صغيره كنت بسمع دايما الفنانين يقول لك رمضان ده شهر البركه والخير وبتاع، وكنا الناس بتستنى شغل رمضان عشان ده شغل رزق، وفعلا صح. بس المشكله ان اصبح عدد المسلسلات اللي بيتم انتاجها خلال شهر رمضان كتير جدا، والقنوات بقت كتير. احنا زمان كنا مرتبطين بالقناه الاولى والثانيه بس، ما كانش عندنا من فانتي يعني اجباري بتتفرجي على المسلسلات الاولى والثانيه. بس النهارده لما تبصي تلاقي انك بتعدي فوق ال 50 مسلسل، هتتابعي كام مسلسل في الاخر، انت يومك فيه ايه يعني؟ وعاده احنا شعب بيتابع مسلسلات بعد الفطار، فبعد الفطار يوم ضيق قوي اللي هو هتفطري في 3 ساعات هتقدري تتفرجي فيهم على مسلسل، سواء نزلتي او قعدتي في البيت، فجاه العشاء بيدن، فجاه الفجر بيدن، لا انا عشان عندي شغل الصبح، ففي الاخر هتابع مسلسلين في الاخر هتابع. فحرام ان في ناس كثيره انا ما شفتش شغلها واتظلم، وممكن يكون كان حلو جدا بس، واسامي كبيره واسامي ليها جمهور، بس الواحد بيتوه في رمضان. فبالعكس انا مبسوطه ان يبقى لينا، لان احنا اتربينا على مسلسل الساعه 7 والساعه 9، فين ده؟ ليه بقيه السنه مش موجود؟ مع العلم المسلسلات التركي شغاله طول السنه. طب ازاي يعني مسلسل وبنتابعها؟ بالعكس انا حاسه ان